بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بكل خير. إن شاء الله بنستكمل اليوم سلسلة المحاضرات الخاصة بالكمبيوتر أركيتكشر أند أورجنايزيشن من الكتاب المشهور بتاع ويليام ستيلينج، وما زلنا في شابتر 4 اللي بيتكلم على الكاش ميموري، وحاليا بنتكلم على الكاش ديزاين بارامتر، وبنتكلم على المابينج، واتكلمنا المحاضرتين اللي فاتوا على الدايركت مابينج والاسوشيتيف مابينج. بسرعة كده قبل ما نتكلم على محاضرة اليوم، بس نتذكر الدايركت مابينج والاسوشيتيف مابينج. الدايركت مابينج دي الميموري بتاعت حضرتك، الميموري دي مقسمة الى بلوك، والبلوك ده عبارة عن مجموعة من البايتس او مجموعة من الورد. يبقى لاحظ ان الترانسفير اللي بيحصل من الميموري داخل الكاش بيتم عن طريق البلوك، والبروسيسور في الاساس بيكون عاوز بايت 1 بايت او 1 وورد من الميموري، وبالتالي بيتم نقل البلوك بالكامل. طيب اتفقنا ان الادرس بتاعي عباره عن اف زائد دبليو. الاف دي بتدي لك الادرس بتاع النمبر اوف بلوك او البلوك المقصود، البلوك اللي انت بتدور عليه، وداخل البلوك بعمل اوفست او بقدر اجيب الوورد اللي انا عاوزها. يبقى الوورد دي او الاوفست، يعني حضرتك محتاج في البلوك ده البايت رقم كام او الوورد رقم كام، لكن اللي بيجيب لك البلوك المطلوب هو الاس. يبقى الادرس بتاعي مقسم الى اس و دبليو. الاس زائد دبليو دي من ناحيه البروسيسور، البروسيسور بيجنريت ادرس، بيولد ادرس، الميموري ادرس مقسم الى ثلاث اجزاء، الوورد واللاين والتاج. الوورد ده خلاص عرفت اللي هو اي وورد داخل البلوك، الوورد المطلوب. ثم لان داخل الدايركت مابينج انا مسموح ليا في اي وقت ان في بلوك واحد اللي موجود داخل اللاين، لكن كل بلوك محدد له سلفا هيقدر يسكن داخل اي لاين، داخل اي لاين البلوك، اي بلوك مسموح لي ان يسكن في اللاين هيتحط العنوان بتاعه فين في التاج. وبالتالي لما البروسيسور بيجنريت الادرس الورد واللاين والتاج، هو عارف مسبقا ان لو جاب اللاين خلاص اللاين ده هو هيديله البلوك بتاعه موجود في اللاين ده، موجود في اللاين ده. طب يا ترى البلوك موجود ولا مش موجود؟ عن طريق مقارنة التاج. يبقى انا عارف مسبقا ان ده المكان اللي المفروض لو البلوك هيكون موجود في الكاش هيكون موجود في المكان ده. المكان ده جبته منين؟ عن طريق مين يا جماعة؟ عن طريق اللاين. واقدر اخد التاج اللي جوه عشان يا ترى اللاين ده بقى شايل البلوك ولا مش شايله، هعمل المقارنة بتاعتي. تمام، لو عملت المقارنه وحصل فيه ماتش هقدر عن طريق الوورد اجيب الوورد المطلوبه داخل اللاين. على فكره يا جماعه في معلومه مهمه جدا، ان اللاين ده بالنسبه لي بيطلق عليه في بعض التكست بوك اسمه لاين او اسمه سلوت او بيج. يبقى اللاين او سلوت او بيج. يبقى لو حصل فيه ماتش بين التاج يبقى انا عرفت كده ان البلوك ده موجود فيه البلوك عفوا السلوت ده او اللاين ده موجود في البلوك المطلوب. طب لو ما حصلش ماتش يبقى المفروض ان الداتا بتاعتي مش موجوده، واقدر اروح اجيبها منين؟ من الميموري. ده اسمه الدايركت مابينج. وعرفت ان مشاكل الدايركت مابينج ان لو حضرتك البروسيسور ريبيتدلي بشكل متكرر قاعد بيطلب، انت عارف ان في مجموعه من البلوكس اسايند معروفين ان هم في اللاين ده او السلوت ده، لكن واحد بس اللي بيكون موجود. وبالتالي لما اي واحد من البلوكس دي عاوز ينزل في اللاين المفروض هو موجود والباقي بره بينتظر. طب لو البروسيسور قاعد ريبيتدلي بيطلب طلب، مثلا هنفترض ان في بلوك هنا اسمه محمد وبلوك اسمه علي، محمد وعلي اسايند على المكان ده، لو البروسيسور طلب معلومه من محمد واللي موجود علي حتى وان كان في لاين فاضي، اوكي، مش هقدر ان انا اشيل البيانات اللي فيه لان محمد وعلي لازم ينزلوا هنا. يبقى لو انت طلبت معلومه من محمد وعلي اللي موجود هطلع علي. طب محمد نزل، لو طلبت معلومة من علي هطلع محمد، لو طلبت معلومة من محمد هطلع علي، لو طلبت معلومة من علي هطلع محمد. اللي بيحصل ده بيخلي لك الهيت ريشو بتاعتك زيرو تقريبا، ان انت قاعد عندك لاينز كتير لكن انت اسايند لدول مجموعة من البلوكس فقط، والبروسيسور كل شوية بيطلب معلومة من احد البلوكات الاسايند هنا. دي مشكلة الدايركت مابينج. طيب اللي وضحناها هنا ان انت عندك الكاش لاين زيرو المفروض اسايند ليه عدد البلوكس دي، وقلنا عدد البلوك دي يا جماعه عدد البلوك دي مربوط بالتاج نمبر اللي هي 2 اس التاج بت. 2 اس التاج بت تقدر تجيب كام بلوك يقدر
او مخصصين لللاين ده، لكن في اي وقت هتلاقي بلوك واحد فقط. طب لو البروسيسور طلب البلوك معلومه بلوك رقم 0، هروح اجيب 0 احطه في الكاش لاين او احطه في السلوت. طب بعد ما اتحط الزيرو لو البروسيسور طلب معلومه من بلوك ام، ما ينفعش احط ام هنا ولا هنا، ام لازم تيجي فين؟ عند لاين 0. يبقى هطلع البلوك 0 وانزل البلوك ام. طب طلبت الزيرو تاني هطلع ام وانزل 0 وهكذا. دي المشكله بتاعه حضرتك. تعال بقى نتكلم على الاسوشيتيف ميموري. لما نيجي بقى نتكلم على الاسوشيتيف مابنج، ان هي بتسمح باي بلوك ان هو يقدر يتخزن داخل اي لاين ما هوش مستعمل. يبقى البلوك مش assigned على لاين معين، اي بلوك ممكن اسجله داخل اي كاش لاين مش مستعمل، ودي كده بتحل مشكلة الدايركت مابينج اللي كانت موجودة. بس حضرتك عشان الوقت تدور على البلوك بتاع حضرتك، المفترض ان انت تعمل سيرش على كل اللاين اللي موجودة في الكاش، تعمل سيرش على كل اللاين الموجودة في الكاش، وبالتالي ده يبقى slow process for large cache. كمان ما عادش حاجة اسمها line number مهمة دلوقتي، أصبح الادرس بتاعك مقسم إلى 2 field، التاج والword offset. التاج والword offset يعني إيه الكلام ده؟ أقول لحضرتك، تعال نفترض دلوقتي ده الميمور بتاعت حضرتك زي ما هي، ده البلوك، وقلنا البلوك ده مجموعة من الword. حضرتك الادرس بتاعك S زائد W، الميموري ادرس عبارة عن word ومين؟ وتاج. الوقتي أنا البلوك بتاعي مش بالضرورة أروح أدور عليه فلاقيه في line اللي 0، لا، ده انا ممكن الاف اي لاين، وبالتالي هاخد التاج اللي هو الجزء الاكبر من الميموري ادرس وقارنه مع كل التاج اللي موجوده داخل مين؟ داخل اللاين. يبقى انا عندي لاين اهو، مين اللي ساكن هنا؟ انا ما اعرفش، هاخده وده نفس الكلام، هاخد كل التاج دي كلها واعمل كومبيرنج، والله لو حصل ماتش على اي واحد معناه البلوك بتاعي ريسايد او ستورد داخل اللاين ده، والله لو دخل موجود هقدر عن طريق الوورد اعمل اندكسنج او اقدر ادور على البايت او الوورد اللي انا عاوزها. طب لو ما كانش هرجع لمين؟ للميمور. المشكله هنا الاكبر، حليت مشكله الدايركت مابنج، ان انت كبروسيسور لو انت فاكر الجدول ده يا جماعه، افكرك بالجدول، الجدول ده لو انت الوقت البروسيسور قاعد بيطلب معلومه ما بين بلوك 0 وبلوك ام، كان في الدايركت مابنج 0 ام لازم يكونوا موجودين في الكاش لاين 0، لكن دلوقتي لا، ده زيرو ممكن يكون في زيرو وام ممكن يكون في واحد. يبقى انت لو طلبت معلومه في الزيرو اوكي وهي موجوده داخل الكاش لاين، لو طلبت معلومه في الام ممكن الام تنزل في لاين 1، وبالتالي قاعد ابدل ما بين الاثنين، قاعد عفوا ما فيش هنا تبديل بقى، الاثنين موجودين في نفس الوقت، واحد موجود في لاين 0 والتاني موجود في لاين 1 اوكي يا جماعه. لكن المشكله الاكبر في الاسوشيتيف ميموري هي موضوع ان حضرتك بتقارن نسبة مقارنة كبيرة جدا، او بتدور على معلومة في عدد كاش كبير جدا، والتاج كمان النمبر في بيتس بتاعتها ايه؟ نمبر في بيتس بتاعتها كبير. ده الفولي اسوشيتيف ميموري. احنا كان عندنا مثال موجود، المثال ده بيقول ان الميموري بتاعتي 1 ميجا بايت، فال 1 ميجا اقدر ادرس ب 20 بت، بقول لي ان البلوك سايز 8 بايت، طالما البلوك سايز ب 8 يبقى الدبلو بتاعتي ب 3، يبقى التاج احنا في الاسوشيتيف الوورد والتاج بيساوي الادرس كله، فالادرس كله 20، الوورد ب 3 يبقى التاج بكام؟ ب 17. والكاش بتاعتك 64 كيلو بايت، الكاش بتاعتك 64 كيلو بايت. طالب مني بيقول لي الادرس بتاع الميموري دهوت لما يحب يسكن هيسكن فين؟ تعال نبص على الادرس. الادرس بتاعك اي بي سي دي اي، ده ادرس اوكي. لما تروح تحول الكلام ده الى باينري يطلع معاك بالشكل ده، ادي الاي بي سي دي اي، تمام يا جماعه. طبعا قلنا اول 3 بت دول بيديكوا الوورد، فالوورد اوفست بكام؟ ب 6. العنوان ده كله بالنسبه لي هو مين؟ هو التاج. لو رحت تقرا التاج ده اوكي هتلاقي ده، لو قدرنا نعمله كده اوكي، ده عباره عن بي، طبعا هي مكتوبه هنا غلط، هي بي، ثم الأربعة اللي بعدهم 9 ثم الأربعة اللي بعدهم 7 ثم الأربعة اللي بعدهم عبارة عن 5 وبعدين 1. طيب يبقى ده الوورد رقم 6 والتاج بتاعي اهو. طب موجودة في اي لاين؟ دي اهم حاجة بقى دلوقتي، الكاش لاين النون، لان انا معرفش، لان مفيش بلوك
او عدد من البلوكس assigned لكاش لاين معين، وبالتالي ممكن تلاقيها في اي لاين. ده اللي عاوز اقول عليه. تمام يا جماعه؟ حاليا بنتكلم بقى دلوقتي على الست اسوشيتيف مابنج، ودي بتعمل كومبرومايز عشان تحل مشاكل الدايركت ومشاكل الاسوشيتيف. دي بتعمل كومبرومايز او موائمه ما بين الدايركت وبين الفولي اسوشيتيف. ده عباره عن ايه؟ الكاش بتقسم الى مجموعه من الستس، كل ست او عدد الستس دي في، وكل ست جواها نمبر اوف لاين كي. يبقى انا بقسم الكاش الى نمبر اوف ستس في ونمبر اوف لاين كي، وكل بلوك في الميموري اقدر اخزنه في اي لاين من الكي لاين اللي داخل الست. اي بلوك اقدر اخزنه داخل اي لاين من الست. لو الست تحتوي على اكس لاين يبقى السيستم ده بتقال عليه اكس واي سيت اسوشيتيف كاش. يعني بشكل ما معظم الكمبيوتر النهارده الست عباره عن تو لاين او فور لاين، فهيبقى اسمها تو واي سيت اسوشيتيف او فور واي سيت اسوشيتيف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك البلوك بي زيرو، بلوك بي زيرو ده assigned على سيت زيرو، بلوك بي زيرو assigned على سيت زيرو. يبقى انا داخل البلوك ده مش هتلاقي بي زيرو على سيت 1، هتلاقيها على مين يا جماعه؟ على سيت زيرو. بس بين بقى في سيت زيرو في اي لاين من دول؟ اوكي، ده فري. اوكي يا جماعه، وبالتالي البلوك يقدر يتحط في اي لاين او في اي كي لاين من سيت زيرو. البلوك بي في ناقص 1 اقدر احطه على سيت في ناقص 1، فين؟ في اي لاين من دول. دي اسمها في اسوشيتيف. ليه في؟ لان الست دي فيها كام كام لاين، فيها كي لاين، يبقى اسمها كي اسوشيتيف، كي اسوشيتيف مابد كاش، كي اسوشيتيف مابد كاش. اوكي يا جماعه، طبعا ممكن تبص للموضوع على انه امبلمنتيشن لدايركت او امبلمنتيشن لاسوشيتيف باكتر من طريقه. طيب تعالى اوري لك مثال على الكلام ده. الاول قبل المثال تعال نشوف الديزاين بتاعها. ادي الكي واي سيت اسوشيتيف. اتفقنا المين ميموري عباره عن بلوكس بي 0 بي 1 بي جي. الادرس بتاعك كان عباره عن اس زائد دبليو. الادرس هنا مقسم الى وورد وست وتاج. ليه بقى؟ اتفقنا ان انا بخزن داخل ست في الكاش، وداخل الست في مين كمان؟ في تاج عشان يقول لي هو البلوك بتاعك موجود في الست في اي مكان. طيب يبقى انا في الاول هاخد العنوان الاس زائد دبليو، ادي الورد وادي الست وادي التاج. اول حاجه انت عارف ان البلوك اسايند على ست كام. احنا قلنا في الاول الحاجه الثابته هي الست، انت عارف البلوك ده ممكن يبقى اسايند في ست ايه. لكن داخل الست هعمل ايه بقى؟ هجيب التاجز كلها بتاعت الست اقارنها. يعني اتفقنا انت البروسيسور جنريت الادرس او الميموري ادرس ده، خلاص انا عارف الورد بتاعتي كام لان البلوك سايز انا عارفه كام بايت، ادي الدبليو جبتها. الحاجه الثانيه هاخد الست، انا عارف انا عندي كام ست داخل الكاش، فالمفترض ان انا رايح ادور على ست معينه لان انا عارف البلوك بتاعي او الهاردوير عارف ان المعلومه دي موجوده في ست كام. يبقى انا هاخد الست. اوكي يا جماعه، واروح على الست دي بالظبط، رحت على الست خدت دي ورحت على الست المناظره. هنفترض ان دي كلها هي الست اللي هي ست 1 مثلا. طب يا ترى بقى المعلومه بتاعتي هل هي لازم تكون موجوده هنا؟ لا، ده لازم تكون موجوده في أي، ممكن تكون موجوده في اي واحد من دول. ما احنا قلنا ان البلوك ممكن ان انا اعمل له ستورنج داخل اي لاين داخل الست، يبقى الست ثابت، خدت الست خلاص. لكن في اي لاين؟ يبقى انا هقدر اقارن ده وده وده واقارنهم. والله لو حصلت المقارنة اوكي، يبقى المفروض المعلومة موجودة داخل اللاين ده او داخل السلوت ده دي او داخل البيتش. ما حصلش يبقى انا موجود فين؟ موجود في الميموري. اوكي يا جماعة، طبعا هنا يا جماعة برضو شوية معلومات بسيطة عشان نراجع بيها الموضوع. الادرس لينث بتاعي اتفقنا انه عبارة عن S زائد W. النمبر اوف ادريسابل يونت اقدر ادرس كام مكان او كام بايت او كام وورد اللي هي 2 اس اس زائد دبليو. البلوك سايز احنا اتفقنا البلوك سايز
عبارة عن 8 اللي هي 2 اس دبليو، اللي هي عبارة عن اللاين سايز اللي هي 2 اس دبليو. النمبر اوف بلوكس، المساحة الكلية للميموري 2 اس اس زائد دبليو مقسومة على مساحة البلوك اللي هي 2 اس دبليو يديك 2 اس اس. ما انت عارف قبل كده ان الاس بتدي لك الادرس بتاع البلوك. عدد اللاينز في الست، احنا متفقين السيستم ده اسمه كي واي، يبقى نمبر اوف لاين ان ست كي. نمبر اوف سيتس، عدد المجموعات، اوكي ده جزء من الادرس اللي هو اسمه دي. عدد السيتس اللي هي مين؟ اللي هي في. وانا اقدر اجيب عدد السيتس منين؟ اجيب الكاش سايز، اقسم الكاش سايز مقسومه على الكي. ما انت عارف الكي هو عدد اللاين اللي موجود داخل المجموعة. فلو انت عندك عدد اللاينز وانت عارف الكاش سايز بكام، لو قسمتهم على بعض هيدوني النمبر اوف سيتس اللي هي مين؟ اللي هي الفي. كمان النمبر اوف لاينز ان كاش، عدد اللاين اللي داخل الكاش اللي هي ام. عدد اللاين عبارة عن مين؟ عبارة عن الكي في الفي او الكي في 2 اس دي. عدد اللاين داخل الكاش 2 اس دي اليمين يا جماعة كنا جايبينها من شوية، 2 اس دي اللي هي النمبر اوف سيتس. طب انا عرفت عدد المجموعات لو ضربتها في الكي اللي هو كام لاين في الست، يديني النمبر اوف لاين ان كاش. حجم الكاش، حجم الكاش عبارة عن 2 اس دي زائد الدبلو مضروبة في الكي. السايز اوف تاج عبارة عن اس ماينس دي. لو جينا نشوف مثال على الكلام ده عشان نختم بيه ان شاء الله المحاضرة بتاعتنا. خلاص المثال بتاعنا كان بيقول الميموري بتاعتنا لو انت فاكر كانت عبارة عن 16 ميجا، دي كلها عبارة عن 16 ميجا بايت. يبقى 16 ميجا بايت اقدر اقول، يبقى احنا عندنا المثال بتاعنا كان 16 ميجا بايت، يبقى الادرس 24 بت، البلوك كان عبارة عن 4 بايت، يبقى الدبلو بتاعتي باتنين. طيب بعد كده الورد زي ما قلت 2، انت عارف الكاش سايز بكام؟ ب 64 كيلو. 64 كيلو كل لاين واخد فيها 4، يبقى لما تقسم 64 كيلو على 4 يديك 16 كيلو. 16 كيلو يعني 2 اس 14، وكل 2 لاين بيمثلوا مجموعة، كل 2 لاين بيمثلوا مجموعة، يبقى 2 أس 14 على 2 أس 1 ب 2 أس 13. إذن الست أدرس ب 13. 2 و 13 15، 15 من 24 ب 9، وده رقم التاج. ده رقم التاج. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك عندك 2 أس 13 ست، كل ست من دول أقدر أحط فيهم داخل الاثنين لاين دول، داخل الاثنين لاين اقدر احط فيهم 2 اس 9 لاين، 2 اس 9 لاين. الفكره زي ما قلت، ازاي؟ زي ما قلت حضرتك جبت الوورد اللي هي الاثنين، انت عارف رقم الست لان مخصص لكل ست مجموعه من البلوكس، لكن داخل الست البلوك اقدر اخزنه في اي لاين. يبقى عن طريق الادرس هقدر اجيب الست بال 13 بت دول، رحت اهوت جبت الست. داخل الست فين بقى؟ داخل اي لاين اقدر اجيب الادرس بتاعي، هاخد كل التاجز اقارنهم مع التاج. اوكي يا جماعه، دي اسمها تو واي ست اسوشيتيف، تو واي ست اسوشيتيف. هنكتفي بهذا القدر كده، احنا خلصنا الثلاثه تكنيك بتوع المابنج، الدايركت والاسوشيتيف والست اسوشيتيف. أتمنى لكم الخير، لا تنسونا من صالح دعائكم، وأتمنى المحاضرة تحوز على إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.